مساء الخير. برحب بحضراتكم في السيشن الثانية أو السنة الثانية اللي احنا بنعمل فيها الإيفنت ده. أنا من أحد المؤمنين بمركز طب الأطفال في اسكندرية. ATC الحقيقة متميز في كل حاجة، حتى في الإيفنت اللي بيعمله. البروجيكت اللي اتكلموا عليه النهاردة رائع، بيخلي الأجيال اللي جاية من الأطباء فهمة دورها كويس، فهمة دور كل الناس اللي بتشتغل في المجال الرعاية الصحية. دور متميز متفتح، بيواكب الازدهار في الرعاية الصحية اللي بيحصل وحيحصل في مصر وحيتطبق في اسكندرية قريب. يبقى تفكير متقدم، تفكير رائع، بيبص لقدام. النهاردة لما بوصف إيفنت اتعمل، بوصف رقي في الإيفنتس الساينتيفيك إيفنتس اللي بتتعمل، بوصف الحقيقة variety of subjects اتعملت. الساينتيفيك سيشنز كانت أكتر من رائعة، مواضيع مختلفة، شخصيات ليها قيمتها، بتقدم مواضيع رائعة. الحقيقة أسعدني الحظ بالتواجد مع أساتذة جميلة في المجال الطبي، في مجال طب الأطفال وجراحة الأطفال، في مجال رعاية حديث الولادة. دكتور صلاح زاهر والمجموعة الرائدة اللي معاه اللي بتنظم المؤتمر وبتنظم حكاية صحة، تفكير متميز، إنجاز منظم، وأنا بفخر إن أنا الحقيقة بشارك معاهم دايماً. الحقيقة حكاية صحة ياريت ننشرها على مجال واسع، كل اللي حضر النهاردة يوصل لغيره حكاية الصحة دي مستمرة، حكاية الصحة مفيدة لكل أسرة. المجال الطبي لو ابتدى ينفذ اللي احنا بنعمله، تعاون بين أفراد الفريق الصحي، نقدر نقول وجبة أكتر حاجة تقدم الطبي وتقدم الرعاية الصحية، هيفيد الكل، هيفيد المريض، هيفيد المجتمع، هيفيد الكوست إفكتيفنس. أنا بتمنى لهم كل خير وبتمنى لهم كل توفيق، وبشكرهم على اهتمامهم بإن احنا ككلية تمريض وكأنا شخصيا مها عادل سالم كأستاذ باطنة وجراحة وكمراجع خارجي وكعضو هيئة التدريس في الجامعة، بتشرف إن أنا أكون موجودة في إيفنت زي ده. بتمنى كل الخير والنجاح إن شاء الله دايما. بشكركم.